وأبدأ بضيف الكريم من القاهرة الدكتور أسامة. دكتور أسامة، في ظل هذا التصعيد للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان واستخدام طائرات F-35 لضرب الجنوب وأيضا الضاحية الجنوبية بالأمس، أنا سير على طريق غزة؟ أولا تحياتي لحضرتك أستاذ كمال والضيف الكريم وكل السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد هناك اختلافات حتى وإن بدت حتى هذه اللحظة غير ظاهرة في المشهدين ما بين غزة وما بين لبنان. أولا إسرائيل بالفعل تريد أن تحجم قدرات حزب الله، تريد أن تخلق وضعا إقليميا جديدا، تريد أن تزيح قوات حزب الله عن خط الحدود، تريد أن تصنع منطقة عازلة تؤمن بها مستوطناتها في الشمال. كل هذه أهداف إسرائيلية معروفة، وهي لا تتورع في سبيل تحقيق هذه الأهداف عن استخدام كل ما أوتيت من قوة، خاصة أن البيئة الدولية مواتية، أن هناك ضوء أخضر أمريكي لقيام إسرائيل بأي شيء تريده من أجل ما يسمى بحماية أمنها. ولكن أيضا هناك اختلاف كبير ما بين غزة وما بين لبنان. لبنان لديه شبكة علاقات دولية، شبكة مصالح، لديه علاقات وحلفاء أوروبيين حتى من بعض الدول التي كانت تدعم إسرائيل في بداية هذا العدوان. على سبيل المثال فرنسا لديها موقف واضح من العدوان الإسرائيلي ومن إمكانية التصعيد في على الجبهة اللبنانية. هذا الموقف لا يختلف تماما عن ما شهدناه من الموقف الفرنسي في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. أيضا أعتقد أن لبنان لديه من الحلفاء العرب ما يمكنه من أن يكون هناك ضغوط دولية أو ضغوط إقليمية مختلفة تماما. أعتقد أيضا الموقف الفرنسي، هل لديه بالفعل الضغوط؟ هل من الممكن أن يغير على أرض الواقع كما يفعل الأمريكي؟ أم أن الموقف الفرنسي نوعا ما ضعيف أو هامشي، حتى ولو كان جينيف لودريا المبعوث الفرنسي ورجل الثقيل في داخل السياسة الخارجية الفرنسية، وزير الخارجية الفرنسي السابق، هو من أتى إلى لبنان بالأمس؟ صحيح. يعني أولا فرنسا بالفعل لديها مصالح واضحة مع في لبنان، ولديها موقف واضح من محاولة وقف العدوان الإسرائيلي أو محاولة منع التصعيد في لبنان. صحيح أن فرنسا لا يمكن أن توقف الحرب إذا ما أرادتها الولايات المتحدة، ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة نفسها لا تريد حربا في لبنان. الولايات المتحدة موقفها ربما يختلف في لبنان عنه في قطاع غزة، لأن الولايات المتحدة تدرك أن لبنان ليس غزة، وأن الصراع الإسرائيلي مع لبنان ومع حزب الله مختلف تماما عما كان عليه مع حركة حماس وفصائل المقاومة في القطاع في قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة تدرك أن المغامرة الإسرائيلية في لبنان ستكون أكثر خطورة، ربما تقرب سيناريو الحرب الشاملة، أنها تدفع بقوة إقليمية أخرى للدخول على خط الأزمة. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك تعقيد المشهد، تدرك أيضا أن ترك إسرائيل لممارسة ما تريده في لبنان مسألة تبدو صعبة، خاصة أن كما كنت أشير منذ قليل أن القوى العسكرية لحزب الله تختلف تماما عن القدرات العسكرية لفصائل المقاومة، خطوط الإمداد، الدعم الإيراني، كل هذه أمور تؤخذ في الحسبان. وبالتالي أعتقد أن سيناريو غزة غير قابل للتنفيذ في لبنان، وإن كان المسألة ربما أيضا لا يجب أن نراهن على عقلانية إسرائيل أو تعقل الحكومة الإسرائيلية، لأنه ما شاهدناه على مدى ما يقرب من عام لا يشير أبدا إلى إمكانية أن تكون هناك عقلانية في إدارة إسرائيل هذا الصراع. إسرائيل وبنيامين نتنياهو تحديدا مسكون بفكرة إطالة أمد الصراع والبقاء في السلطة وتمديد أفق هذا الصراع بأي ثمن وبأي شكل. وبالتالي بهذا التفكير وبهذا النمط أعتقد أنه لا يمكن الرهان على عقلانية لقرار إسرائيلي أو تعقل حتى في إدارة الصراع على الجبهة الشمالية مع دعني أقف عند هذه النقطة التي طرحتها دكتور أسامة، بأن أمريكا لا تريد مغامرة إسرائيلية في لبنان وأن